الله أكبر، بيده الملك وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، اليوم حلقة جديدة ومباشرة من برنامج همك هم عبر أثير إذاعة يقين، وأيضا بالتعاون مع أخواننا في شاشة عمان تي في. فحياكم الله جميعا، وبرحب بكل إخوان أخواتنا اللي بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. وإحنا بداية الحلقة، النقطة الأولى، من جدد النوايا مع الله تبارك وتعالى أن يا رب اجعل مجلسنا مجلس علم ينتفع به، فهي أول نقطة عشان قعدتنا يكون فيها أجر. والأمر الثاني، شو هدف القعدة؟ هدف قعدتنا أنه إحنا كل يوم بنبني لبنة في صرح الفكر الإسلامي اللي بنحطه في عقولنا. ليش؟ لأنه يا أخواننا الله عز وجل لن يحاسبك وفق رغباتك، لا، الله بحاسبك على القانون اللي هو وضعه سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحاسبك وفق ما تراه أنت صواب وخطأ. أنت اليوم بتشوف صح، بكرة بتشوف غلط، أنت مراقك يمين مزاجك شمال، هذا إلك. أما عند الله عز وجل فالحساب يكون على وفق قانون الله، سواء أعجبك أو لم يعجبك. لكن في عندي ملاحظة صغيرة هون، إذا قانون الله ما أعجبك فمعناته الخلل عندك، لأن قانون الله يقوم على العدالة، يقوم على الطهارة، يقوم على الكرامة، يقوم على الاحترام، يقوم على إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا واحد من هذول مش عجباتك، معناته الغلط مش بالقانون رباني، الغلط عند العبد، تمام؟ فإحنا حسابنا عند الله عز وجل ما رح يكون وفق تشريعاتنا ولا وفق رغباتنا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمانك، ولم تكون متهني ومرتاح بإيمانك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طب يا رسول الله أنت إيش جبت فيه؟ العدالة. فلازم يكون من داخلك أنك ترغب في العدالة. الدين بحب الطهارة، فأنت من داخلك تحب الطهر. الدين بحب المحبة، فأنت من داخلك تحب لأخيك ما يحب لنفسك، حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ولذلك يا أخواننا إحنا لما نتعرف على قوانين الله عز وجل، لأنه هذا القانون هو اللي ربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا بمقتضاه. والله عز وجل يوم القيامة لا بيقول جيبوا لي قانون فلان ولا قانون علان، ولا بقول لك شو صوت المجلس، ولا بقول لك شو عارض المجلس، ما عنده هيك سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الله عز وجل في آخر الزمن يرسل ريحا طيبة لينة فتقبض كل نفس مؤمن، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية، قامت القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. مين اللي شاءهم ربنا؟ أنا بقول لك مين شاءهم ربنا بناء على كلام النبي. حملة العرش، فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: يا رب بقي حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، اللي هو اللي ربنا بيحكي معه. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت اقبض أرواح حملة العرش. طب العرش لا يوقع؟ لا. هو السؤال: من الذي يحمل العرش؟ هو الملائكة اللي حاملين العرش، أم أن الله تبارك وتعالى أكرم الملائكة بحملهم للعرش؟ ربنا ماسك السماء ما تقع الأرض، فيقبض ملك حاملة العرش. فيقول الله عز وجل: من بقي؟ فيقول: يا رب بقي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وأنا.
فيقول الله عز وجل اقبض روحه إسرافيل وميكائيل فيقبضه. من بقي ملك الموت هو ربنا بيعرف، ولكن حتى يدور حديث فيصل لنا سبحانه وتعالى. ما ألطف، شوف الـ شوف الـ الودود، شوف الودود سبحانه وتعالى حتى يقرب لك الصورة. فربنا يأمر بقبض روح ميكائيل وإسرافيل. من بقي ملك الموت؟ يقول يا رب بقي جبريل وأنا. فيقول الله عز وجل اقبض روح جبريل فيقبض روح جبريل. من بقي ملك الموت؟ فيقول بقيت أنا وأنت يا رب. فيقول الله عز وجل يا ملك الموت مت. مين ظل؟ ما في حدا، لا ملائكة لا جن لا طير لا بشر لا غني لا فقير لا مصخمط لا مقمط، كل ما في حدا. فينادي الله عز وجل في أرجاء ملكه، ملك الواسع، ينادي الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ مين بجاوب؟ مفيش حدا. سكت المجيب وعز الخطيب، وما رأيت لسانا ناطقا ولا عينا متحركة أبدا. ما في. ينادي الله في أرجاء، أيوة وينكو يا اللي كنتوا؟ وين؟ لمن الملك اليوم؟ وينكو يا أصحاب المناصب والمواكب والمراكب والرتب؟ وين العالم هاي؟ وينهم اللي كانوا طغاة الأرض؟ أين الصديقون والصالحون؟ وأين الكذبة والمنافقون والفاسقون؟ وين؟ والله لو لم يكن في ديننا كله إلا هذه الفقرة من المشهد اللي ربنا بنقول لنا إياه لكان حاليا بناء نستقيم. لمن الملك اليوم؟ شوف عاد لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي في أرجاء ملكه ما في حد يجاوب. فيجيب الله عز وجل نفسه لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. اليوم لا في تقول لي بحكم على فلان ولا بحكم على علان، لا تقول لي اليوم أنا مدير ولا تقول لي أنا وزير ولا تقول لي أنا أمير ولا تقول لي أنا سفير ولا تقول لي أنا غفير، ما في اليوم، ما في. الملك لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، بيجاوب نفسه سبحانه وتعالى. هذا الملك سبحانه نزل لك قانون وقال لك راح أحاكمك على هذا القانون وأحاسبك على هذا القانون، ولا تقول لي المادة المعدلة، ولا تقول لي بالرجوع إلى، ولا التفسير الدستوري ولا الفتوى الدستورية، ما في هذا كله، خلي إلك، اشبع منه. لله الواحد القهار. فأعطاك قانون، هذا القانون بدك تتحاسب عليه. عشان هيك احنا هدفنا إذاعة يقين. ليش إذاعة يقين؟ إذاعة يقين عشان نفهم القانون اللي بدنا نتحاسب عليه يوم القيامة. عشان ما تقول والله يا رب ما بعرف، عشان ما تقول والله يا رب ما معيش خبر، ما لا، ما فيش. لا عذر بالجهل في الأحكام في ديار الإسلام، ما في عذر. فكر لي فيها بس هاي، لمن الملك اليوم؟ خلنا نطلع فاصل ونرجع، فابقوا معنا. تقبل الله طاعاتكم من قادري للألبسة الشرعية. همك همي مع الدكتور محمد نوح. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عشان هيك احنا حكيت لك اياها مره بس بنرد، معلش نذكر فيها. انت في الحقيقه لا تملك، المالك هو الله عز وجل، انت ربنا سبحانه وتعالى وكلك، لكن انت في ملكه والى ملكه.
إذا ربنا وكلك بألف دينار ولا ربنا وكلك بمليون، يعني إذا كان برصيدك ألف ولا برصيدك مليون، حقيقة المالك هو الله عز وجل، والدليل إنه راح يحاسبك. أنا اليوم باجي عندي أولاد اثنين، بعطي لواحد 100 دينار والثاني أعطيته 100 دينار، بعد أسبوعين قلتهم تعالوا شو اللي شو عملت أنت يا أبا؟ بقول يا أبا أنا عملت كذا وكذا وكذا. لا شو اللي عامل أنت؟ مين قال تصرف فيك؟ مين قال عمل هيك؟ بحاسبه. وأنت شو عملت؟ بقول عملت كذا. آه ما شاء الله بارك الله فيك. إذن حقيقة الأمر مين المالك؟ الله اللي بدي حاسبك. حقيقة المالك الله هو اللي بدي حاسبك. ولذلك لما قال لك أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مسلم، يمكن هذا المسلم تدخل على السرور على قلبه بمال. طب ليش أفضل أعمال عند الله؟ طب شو يعني شو الوجه الربط؟ أنا أعطيت لواحد 100 دينار ففرح بها، طب وربنا سبحانه وتعالى ليش أفضل أعمال عنده؟ أيوة لأنك أحسنت التصرف في ملك الله. أنا اليوم أعطيت لابني 100 دينار، شو سويت يابا؟ يا والله يا روحت يابا عند جدتي واخذت لها هدية وقعدت معها واخذت لها فواكه واخذت لها حلويات ورحت يا سلام والله يابا عفي عليك. طب شو دخلني أنا؟ دخلني أنا إنه أن ولدي أحسن التصرف في مالي الذي وكلته عليه. لكن واحد أعطى لابنه 100 دينار، شو سويت فيهم يابا؟ قال والله يابا شو والله ما خلينا دخان، لا دخان مزيف ولا دخان أصلي غير دخلنا فيه. لا يابا ليش تعمل هيك؟ لأنه أساء التصرف. فلما ربنا بيحاسب، إذن ربنا هو المالك الحقيقي، لمن الملك اليوم؟ إذن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، وإحنا وكلاء على مال الله. من أحسن منا في التصرف في المال ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويعطيه ويزيده، ومن أساء التصرف في المال ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه. إذن مين المالك الحقيقي؟ الله، وإحنا وكلاء في هذا المال. إحنا في حقيقة الأمر وكلاء المال مش ملاك للمال، وهي لازم نفهمها صح. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال لك كل 1000 دينار بعطيك إياهم بدك ترجع لي 25. لمين أرجعني يا رب؟ قال بتعطيه لأخوك الفقير. طب واللي ما بده يدفع زكاة بده يتحاسب. طب يا ربي تعبي. أيوة تعبك، بس أنا اللي ملكتك، أنا اللي أعطيتك هذا المال الذي في يدك، هو في حقيقته ملك لي، وأنت وكيل على المال، أنت وكيل على المال. ولذلك كم من إنسان صلى الله عليه وسلم مشى في طريق المعاصي والفجور وكذا وكذا، وربنا سحب المال منه كسره كسرة كاملة، نسأل الله العفو والعافية. السبب أنه في المالك الحقيقي، لا تنسى عن المالك الحقيقي. المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وإحنا متصرفين في ملك الله، لكن هذا التصرف في ملك الله وفق مراد الله مش وفق مرادي. فلازم أنا أرجع للمالك الحقيقي أقول له يا مالك يا حقيقي كيف أفعل في المال؟ فبيقول لي كل 1000 بدك ترجع منهم 25، وبدك تتصدق وتدخل السرعة على قلب فلان، وبدك تصل الرحم، وبدك تعطي للمحتاج، وبدك كذا وكذا. طيب يا رب اخلص. لا أنا بزيدك، لأنه هذا شكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. هذا شو اسمه كله؟ اسمه المالك الحقيقي. هذا المالك الحقيقي يا إخوان لازم إحنا نفهم شرعه. لكن هالشرع اللي بنفهمه من الله عز وجل، لو اجيت اطلعت على الشريعة من أولها إلى آخرها لن تجد بندا واحدا ولا فقرة واحدة ولا نقطة واحدة ضد مصلحتك. لا ما بتلاقي. طب ما هو قال لي غض بصرك. أيوة غض بصرك عن خوات الناس عشان الناس يغضوا بصرك عن أختك. والله إلي مصلحة صح. ما هو ربي قال لي ما تأخذ ربا. أيوة ما تأخذ ربا أنت عشان غيرك ما يأخذ منك ربا. صح والله إلي مصلحة. لا تتنفتر عن الناس. كيف ما تتنفتر؟ لازم لا تتنفتر عشان الناس ما يتنفتر عليك. لازم تكون هين لين عشان الناس تكون هين لين معك. فما من حكم من أحكام الله عز وجل إلا ولك فيه حقيقة المصلحة. كل حكم لله تبارك وتعالى إلك فيه حقيقة المصلحة. هاي المصلحة اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمها في أحكامه لازم تفهمها. اليوم انت بتيجي بتطلع على طريقة سواقة الناس، اللي فايت على الدوار واللي طالع من الدوار، ولا حدا بوقف لمشاة ولا حدا مش عارف ايش، خبيصة وقايمة، خبيصة وقايمة الناس. والشاطر بده يسبق، الشاطر بده يسبق بيزورك بين السيارات وكذا. انت شو قاعد بتقول؟ لا لا طلع كيف الناس بتسوق. ما انت بتسوق زيه.
لما بيكون قانون السير علي وعليك ويطبق قانون السير على الجميع، أنا مرتاح وأنت مرتاح، أنا مرتاح وأنت مرتاح. والله شفت عيوني يعني، في سواء في بعض بلاد الأجانب ولا في بعض بلدان العرب، اللي بيجي يقطع الشارع ولا بتطلع يمينه، لا يتوقع، لا يخطر في باله إنه إذا دعس على خط المشاة إنه في سير راح تتحرك، لا يخطر في باله. هيك نظام عندهم، هيك نظامهم، لا يخطر في باله إنه ممكن أنا كمشاة أدعس على مكان قطع المشاة وتيجي سيارة تزعجي، لا يخطر في باله. طب تعال بعض الدول الثانية، هو بيعرف يقطع المشاة، هو المشاة بيعرف يقطع. إذن لما التزمنا صار الرحمة للكل، ولله المثل الأعلى. قانون الله عز وجل مش على إنسان، قانون الله تبارك وتعالى إحنا كلنا مستفيدين منه. لما قال لك ربنا سبحانه وتعالى احترم الكبير في السن، عشان أنت لما تصير كبير في السن تلاقي مين يحترمك، ويبطل عندنا شيء اسمه صراع الحضارات اللي هو كل واحد لحاله. لما قال لك ربنا سبحانه وتعالى صلة الوالدين ورحمة الوالدين وبر الوالدين، عشان أولادك يبروك لما يكبر. لما ربنا قالك احفظ لسانك عن الناس، عشان الناس تحفظ لسانتها عنك. لما ربنا كل أحكام الله تبارك وتعالى إلك فيها مصلحة، كل أحكام الله إلك فيها مصلحة. فلا تظن إنه أحكام الله عز وجل أشياء تعقيدية، لا، أشياء مش تجبرية، أشياء إحنا حقيقتها فيها مصلحة. طب والنتيجة؟ اقرأ قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. هاي النتيجة، النتيجة رح يجي يوم المؤمن له نور. والآن في الدنيا والله تجد أناس، نسأل الله العافية، الله ينور قلوبنا جميعا، والله الآن بالدنيا تنظر في بعض الوجوه والله عتمة، عتمة، نسأل الله العافية، عتمة المعاصي، الوجه معتم من المعاصي، لا صلاة لا صيام لا، ما في، وجه معتم من المعصية. ويهابه الناس، الناس بيهتهايبوهم مكافات شر لهم. لكن شوف ربنا شو بيقول: ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والملائكة شو بتقولوا؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم وين؟ الفوز العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، لما بتيجي يوم القيامة وهالنور يشع من وجهك. طب قديش قوة النور؟ على أثر الوضوء، أماكن الوضوء هي اللي فيها النور. هم الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله كيف بدك تعرفنا يوم القيامة؟ ولما ربنا يجمع الناس كلها يوم القيامة، يحشر الناس من عصر آدم إلى قيام الساعة، ملايين مليارات، إحنا هسا 8 مليار، إحنا الآن 8 مليار بني آدم، لما ربنا يحشرنا من زمن سيدنا آدم إلى آخر يوم في القيامة، قديش كم مليار هذول؟ وإحنا هالقد كل المسلمين، كيف يا رسول الله تعرفنا؟ فالنبي ضرب لهم مثال من واقعهم، قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل غر محجلة، غر وجوهها بيضة محجلة إيديها بيضة، بين خيل دهم بهم سودة طمس، بيعرفها ولا ما بيعرفها؟ قالوا: آه بيعرفها طبعا. قال: فكذلك يأتي المؤمن يوم القيامة من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لما تتوضى لا تتوضى شلفقة، لا تتوضى هيك، حي الله، ضبط وضوءك من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ولما تسوي إيديك انتبه على إيديك كلهم على على الكوع، هو المرفق اسمه، انتبه على المرفق، وهاي الخطوط اللي في المرفق ما يكون في إشي ناشف منها، ادعكها مظبوط وطول المي لفوق، عشان يوم القيامة يكون نورك وضاء، عشان يكون نورك يوم القيامة مكتمل، عشان يكون نورك يوم القيامة يسعى بين يديك وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك اللي ربنا بيحكي عنه الفوز العظيم.
طب الطرف الثاني، نسأل الله العفو العافية، الطرف الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، بس اطلعوا فينا نظرة، انظرونا نقتبس من نوركم، بس اطلعوا فينا خلينا نشوف هالنور، خلينا ناخذ. يعني واحد ماسك في بايده إضاءة دنيا عتمة، واحد معه ضوء وحاط ضوء قدامه ماشي، فاللي من هوش بقول يا رجل اضوي علي وعليك، اضوي لنا اثنين خلينا نمشي. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا، ليش ما سويت نور في الدنيا؟ ليش ما سويت نورك ايام الدنيا؟ قيل ارجعوا وراءكم، ارجع الدنيا فالتمس نوره. أنا تعبت وشقيت وتوضيت وصليت وأنا زكيت وأنا كنت بار بالناس وحفظت لساني عن أعراض الناس وأنا كنت محسن للناس وأنا كان قلبي رقيق وكان أنا ليه؟ النور هذا ما يجي من بلاش، هذا يجي التعب. قيل ارجعوا وراك وروح على الدنيا، عاد فيها رجع على الدنيا فيها أجل رجع انتهى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هون ربنا سبحانه وتعالى يفصل. فضرب بينهم بسور، انتهى، انتوا شقة وانتوا لحال، ما في حد خلط اليوم. ليش؟ المنافقين كانوا عايشين بيننا مختلطين علينا، فربنا يفصل الأمر. الآن دور المؤمنين، وهاي النتائج مين بيختارها؟ بيختارها إحنا، إحنا اللي بنختارها، إحنا اللي بنختار. يا بنختار عدالة، يا بنختار ظلم، يا بنختار عطاء، يا بنختار منع، يا بنختار كرم، يا بنختار شح، يا بنختار محبة، يا بنختار كره، كله عندك أنت اللي بتختاره. لكن هذا المشهد والمنظر كله راح نشوفه عند مين؟ عند الملك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بستغرب اليوم لما بقرأ وبشوف وبسمع فلان بس يصير مدير دائرة ويصير رئيس قسم يصير يتجبر بخلق الله، على شو يا زلمة؟ يا زلمة على شو؟ على شو يا رجل؟ يا رجل شو هو أرفع منصب في الوجود؟ شو أرفع منصب في الوجود؟ هسه راح تقول الرئاسة الجمهورية، ملك، رئيس، أمير، لا، أرفع منصب في الوجود النبوة. مع ذلك ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون، انتهت القصة. يعني إحنا رحمة الله على الملك حسين الله يرحمه، يعني أنا واحد من الأشخاص ما كنت أتخيل يوم الأيام يموت هذا الإنسان، لا ما كنت أتخيل. يعني والله أذكر قبل ما أطلع فاصل، أذكر لما ماتت الملكة عليا رحمة الله عليها، كنا أطفال وإجا الخبر للوالد الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين، وانزعج هيك والبيت عنا وكذا، فالوالدة بتقول الملكة ماتت. والله هذا أنا السؤال سألته لوالدتي والله كأنه يوم أمس، قلت يا أما هي الملكة بتموت؟ قالت آه يا أما ما هي بشر. والله ما زلت أذكر السؤال وأذكر الجواب، يا أما هي الملكة بتموت؟ ما خطرش ببالك لك؟ يعني أقول لك أقرب منه، والدك بخطر ببالك أنه أبوك يموت؟ ما خطرش ببالك من شدة المحبة والألف والقرب. لكن هاي حقائق، حقائق. طيب ما بعد الموت في حساب، الحساب وين؟ وفق مقتضيات الله وقانون ربنا سبحانه وتعالى. عشان هيك احنا بإذاعة يقين نفتح إضاءات، نفتح إضاءات على ما سيكون، طبعا كله وفق كلام ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. فاصل ونواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. ليش نحكي هذا الكلام إحنا؟ أول شيء حتى نبرئ الذمة، هي رقم واحد. الأمر الثاني، لما بصير المجتمع عنده نظرة مع الله تبارك وتعالى، مش نظرة الخوف، لا، هو إحنا أصلا من نقدم على الله تبارك وتعالى اللي عند الله كبير ترى وحلو. يعني سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، أعقل العقلاء وأحكم الحكماء صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بالله، هل يعقل أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى ولا الأعلى لما يخير؟ أكيد يختار الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيختار الأصلح والأكمل والأجمل والأعلى والأسمى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني
حبيب ربه سبحانه وتعالى لما خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة. إذن اختار الأفضل، اختار الأفضل. فبنحكي هذا الكلام لما بصير المجتمع ككل ثقافته واحدة، بصير كل المجتمع بيئة للصلاح. اليوم أعطي بس مثال، دولة الإمارات العربية المتحدة 200 جنسية، كم جنسية فيها؟ فيها 200 جنسية. لكن لما تطلع على السير، يعني وقف لك على عمارة، وقف لك على برج هناك، وتطلع كيف نظام السير اللي ماشي تحت، زي نظام الساعة، دخولهم على الدوار، طلوعهم من الدوار، وقفتهم على الإشارة، ممر المشاة، الكل. طب يا عمي 200 جنسية، كل واحد جاب ثقافة معه. آه صح، لكن لما قدروا يوحدوا ثقافة المجتمع، ثقافة المواطنين والمقيمين والزوار والمسافرين، كله صار على ثقافة واحدة، تكون مرتاح. لما إحنا كمجتمع تتوحد ثقافتنا، المجتمع كله مرتاح. وليش المجتمع الآن بغلي؟ لأنه كل واحد له وجهة نظر، ما فيش مرجعية، ما فيش مرجعية للصح والخطأ، ما فيش مرجعية نحكي ولا ما نحكي، ما فيش مرجعية، فتضاربت المصالح. لكن لما نكون كلنا إحنا بثقافة واحدة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثقافتنا أننا مأمورون بالخير، ثقافتنا أننا منهيون عن الشر، ثقافتنا مبنية على المحبة والمؤاخاة والمساواة والمواساة، وأفضلنا عند الله أكرمنا في الدنيا وفي هذا اللي عند الله عز وجل. لما يصير ثقافة المجتمع بهالشكل بطل فيه تضارب، لما يصير في منهج واضح. ولذلك لمن الملك اليوم هذا شعار، مش ربنا بيحكيك قصة، ربنا لا يحتاج إلى شاهد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني طقطقت. كيف لما كرسي يقعد عليه واحد يعني ما شاء الله، كيف لما طاولة وتحط عليها ثقل بالطقطق، هذا اسمه أطيط. أطت السماء وحق لها، غصبا عنها بدأ الطقطق. تشبيه، هذا مثال من النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع، ومنهم من خلقه الله لأجل البكاء، بس يبكي من خشية الله عز وجل. طب الإله اللي عنده هذول كلهم سبحانه وتعالى بيحتاج إيماني وإيمانك؟ لا ما بيحتاج، لكن نحن نحتاج أن نفهم ماذا يريد الله حتى تستقيم فينا الحياة. يعني هذيك اليوم مثلا طلعت على، وكلكم قرأتوا في الجرائد وفي الصحف وغيره المواقع، لما طلعوا تقرير ديوان المحاسب، المخالفات. طب بدي أسألك سؤال، نقدر هالمخالفات كلها هاي تعالجها؟ بدنا نعالجها ونعالج، والله علاجها كله بكلمة واحدة، كل علاجها بكلمة واحدة. شو هي الكلمة؟ تقوى الله. بس المخالفات، شو المخالفات؟ المخالفات انه انسان وضعت بين يديه صلاحيات وسلطة ومال، وضعت له صلاحيات إدارية وسلطة قوة ومال، فتصرف بصلاحياته، فتصرف بسلطته، استخدم سلطته في إدارة صلاحياته على نحو أخفق في المال. هاي كل سلافة المملكة الأردنية الهاشمية. بس هذه الناس تحبست والناس راحت، كل ما فيش مخافة الله، فقط هي تقوى الله بس. يعني الفكرة لا تحتاج إلى روح القاضي، يعني لو واحد قال لك اليوم الإصلاح صعب والإصلاح والفاسد، ماشي، بس شو علاجه؟ تقوى الله. بس علاجه لمن الملك اليوم؟ لله ما خلص، أمرك خلص، راح تحاسب عند الله، خلص معناته لازم أنا أكون محضر جواب، لازم أكون محضر جواب، وأنا فاهم شو بحكي، لازم أكون محضر جواب. لما بدي أنسأل لازم أكون محضر جواب. هون ثقافة المجتمع تتوحد، لما بتتوحد ثقافة المجتمع يسهل علينا كل الموضوع. لمن الملك اليوم هذا شعار. مشكلة المنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روح على أيام الدنيا
روح على أيام الدنيا وروح سوي هذيك الساعة نور. ما راحت عليك. نسأل الله عز وجل ينور طريقنا جميعا. بدنا نفتح مجال لمشاركاتك والأسئلة ونسمع شيء محمد قطيش، فأهلا وسهلا بكم. يعني مسألة توحيد ثقافة المجتمع والله من أهم القضايا، والله من أهم قضايا اليوم، كيف توحد ثقافة المجتمع. هذا القانون ما بحكم، القانون ما بحكم، القانون ما بحكم. أنا بقول لك القوانين لا تحكم، القوانين تحاسب نعم بس ما بتحكم. شو يعني ما بتحكم؟ أنا ماشي بالليل وفي قدامي إشارة حمراء، لا في شرطة ولا في كاميرا، شو بسوي؟ بقطعها. ليش؟ طب القانون، القانون ما بحكمني، القانون إذا لقطني بحاسبني. لكن أسألك سؤال وكلكم بتجربوها، تدخل على بيتك بأيام الصيف والشتاء وقزازة الماء قدامك في البيت، من منكم يجرؤ أو أقول لك يخطر في باله أن يشرب كاسة الماء؟ ما حدا. ليش؟ لأنه الشرع يحكم، الشرع يحكم، القانون ما بحكمك، القانون ما بحكم. أسيبك من البلاد بالوطنيات وبالقانون، أسيبك من الحكاية هذا، القانون لا يحكم. أهم شيء أن توحد ثقافة الناس. كيف توحد ثقافة الناس؟ ثلاثة هي محركات الفكر عندنا اللي بتوحد ثقافتنا: الإعلام والتعليم والمسجد. الإعلام والتعليم والمسجد. الإعلام هو يصنع فكر، ولذلك إحنا اليوم مع الأسف فكرنا تشاؤمي. يعني تقول لنا نغطي الفكر اليوم تشاؤمي يا رجل، أقسم بالله العظيم نفسك تسمع خبر حلو، فيش نفسك تسمع خبر حلو، كله تركيز سلبيات 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 سلبيات، عوفوا الناس ثيابه. هذا الفكر مين بيوجهه؟ بوجهه إعلام، كله فكر سلبي 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 سلبي. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصنع فكر، قال: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، ما تحكوش عليهم، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما أحد يحكي على الثاني، ما بدي أسمع. طب واحد غلطان، الدين النصيحة، روح انصح بينك وبينه. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله. أوف، أنصح الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصحك لله ورسوله أن تعمل بما قال الله ورسوله، ما غشيتهم. مش الله بيقول لي يمين بقول له شمال، النبي بيقول لي يمين بقول له شمال، هاي نصحت ما غشيت. أئمة المسلمين العلماء والأمراء، هذو أئمة المسلمين. عامة المسلمين الإنسان العادي، هذول أنا مطلوب مني أكون ناصح معهم. وليش بنقول العلماء والأمراء؟ لأنه إذا العلماء والأمراء اتفقوا يصلح حال الناس. ولذلك حريصة كل الحرص بعض الجهات، بعض المدسوسين، أن يجعل دائما في فرقة ما بين المتدين والأمير، بين الأمراء والعلماء، بيظلهم يقول للأمراء للمسؤولين يعني: أوعى الدين، أوعى المشايخ، أوعى العلماء، دير بالك، بدهم يقعدوا مكانك. بصير يكرههم، وبيجي عند العلماء: شوف الأمراء، شوف المسؤولين، سكرجية، حرمجية، خمرجية، مش عارف مين، كذا كذا، فبوغل صدورهم عشان يظلوا بعاد، عشان يظلوا بعادهم عن بعض. لكن لو اتفق، لو اتفق العلماء والأمراء يستيقيم حال الناس، لو اتفق حال العلماء والأمراء يستقيم حال الناس. هاي النصيحة لمين؟ النصيحة لله ورسوله ولكتابه، تعمل باللي حكى عنه القرآن، ما تغشه، ولأئمة المسلمين علماءهم وأمراهم وعامتهم. لو يصير في ثقافة، هاي اسمها أصعب، أي الإعلام. ولذلك شوف إعلامك اليوم شو بيحكي، شوف الإعلام اليوم سلبي 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 سلبي. والله بفكر أعمل لي موقع إلكتروني جديد، هيك أكون خارج فيه عن 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 نمطية الإعلام تبعنا. هذا هذا إعلام دمر البلد بصراحة، يعني دمر البلد الإعلام. والتعليم، المدارس، ما واحد سألني سؤال كيف تسوي الفكر. والتعليم، شو بنزرع بقلوب أولادنا؟ شو بنزرع بعقول أولادنا؟ أنا هذيك اليوم حضرت لقاء معالي وزير التربية والتعليم، رجل طيب فهمان، لكن
كل اللي تكلموا وهو شيء طيب، كل اللي تكلموا وهو طيب تقنيا يعني ميكانيكيا شيء كويس، لكن كل الكلام يخلو من الروح، ما في روح. ماشي انت بدك تعمل مادة وتقيم، طبعا مش هو لحاله، ما كل وزارة التربية والتعليم قبله نفس الطريقة، يخلو من الروح، ما في فكر. قدمنا مادة وأخرنا مادة وحطينا مادة وسوينا توجيه يمين وسوينا شمال كله، بس ما تتطلع ما فيهوش روح، ما في روح، ما في توحيد للفكر، ما في توحيد للفكرة من الداخل. خاوي خاوي تعليمنا، تعليمنا خاوي من جوة، التعليم خاون على عروشه. ولذلك انت بتدرس الولد 12 سنة وبطلع بس يتخرب يسب على ابو هيك بلد، حصل ما حصل، ما فيش فكر. بتخرج 12 سنة لا هو ديني ولا هو وطني ولا هو قومي ولا هو الله، ما معه خبر، ما معه خبر. ديني بيطلع يعني الولد بعد 12 سنة لما بتخرج التوجيه بيطلع الشاب متدين، لا معناته تعليمك مش ديني، ماشي. بيطلع قومي، قومي يعربي بيحب العرب، والله ما معه خبر إيش. بيطلع وطني بيحب الأردن، لا والله ما بيحبها. شو بيطلع؟ شو بيطلع؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. فماشي من طور التعليم، التعليم بس ما هو خاوي من جوه على عروشي، ما في روح، ما في روح. يعني اليوم لو جابوا لك بس 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 جابوا له وبتنطط وبلعب هو بس، ولا ملكة جمال ميتة، ملكة جمال هذه كم مدد وتطلعش فيها، ملكة جمال هذا كم مدد قدامك، شو استفدنا؟ ولا بس هالقد تموي لك في البيت، ما هاي نفس الشيء. سويت أجمل أنواع التعليم وحوسه وماشي لها حلو، أنا بقى مع الحكاية، بس وين الروح؟ ما هو ميت، مهما جملت فيه هو ملكة جمال ميتة بالنهاية، مهما جملت فيه هو ملكة جمال ميتة. إعلام وتعليم، والثالث المسجد. المسجد هو عمليا بيصنع فكر، يعني ما حد ينكر أن المسجد له دور في صناعة فكرنا وله دور في تشكيل شخصياتنا. المسجد، فالسؤال اليوم، هل المساجد تقوم بهذا الدور؟ ولا المساجد جاءنا ما يلي؟ ولا في خطيب بيطلع، صليت قبل فترة خطيب قبل فترة صليت في مسجد، ديش أقول شو المسجد بس على طريق المطار، بس لحد هون نقطة يعني. طب علي الجيرة أنا يا محمد نوح اللي قاعد قدام، لو مرخي أذاني وفكري للخطيب يعني أول ما أطلع برتنا ألاقي لي شرطي، بدي أقيم وحط حرض الناس وحكيت على البلد وحكيت على جيشنا وحكيت وحكيت وحكيت، ليش؟ هذا بصنع فكر، تصنع فكر تحريضي، قاعد تصنع فكر تحريضي. مشان إيش؟ مشان إيش يعني؟ شو استفدت أنت؟ مشان تأخذ شعبيات البشر اللي قاعد قدامه إنه والله الشيخ مش صح، مش صح، مش صح. كنت مرة لما كنت في وزارة الأوقاف، فالمهم بجابوا تقرير عن بعض الخطباء، وأنه في خطيب على المنبر قال بيقول إن وزارة الأوقاف تمنع العلماء وتسمح للجهلة بخطبة الجمعة. هو خطيب. المهم ناديته لعندي، أهلا وسهلا فيه، قلت له أنت صدقت، إحنا وزارة أوقاف نسمح للجهلة يطلعوا على المنبر والعلماء نمنعهم، ولذلك أنت واحد من علمائنا اللي بنحترمهم، وأنا بدي أمنعك من خطابة الجمعة. الرجل طالع على المنبر تقول الجهلة بيطلع على المنبر والعلماء، ليش تحرض الناس؟ ليش تحرض الناس؟ هو في واحد قاعد أخطب الجمعة قالوا له لا. الفكرة بدي أحكيها، العلماء الإعلام والتعليم والمسجد هي بتصنع الفكر، التعليم الإعلام والتعليم والمسجد هي بتصنع الفكر، وهذا يجب أن تكون يعني مش جزر منفصلة كل واحد بيشتغل على راسه، لا، بده يكون في توحيد للفكر بينهم، يكون في روح للبلد كله، يكون في روح البلد كاملة، يكون في لها روح. لما بتحكي شو روح البلد اليوم، شو روح الإعلام، شو روح التعليم، شو روح المسجد اليوم،
شو هي الروح التي تبث اليوم في من يقرأ المواقع الإلكترونية؟ شو الروح التي تبث في من يبعث ابنه إلى المدرسة؟ شو هي الروح التي يخرج بها الإنسان من المسجد؟ شو هي الروح؟ بيطلع بينتفض من الإيمان هيك، برج مش مسيطر حاله قد ما عنده إيمان. ابني بروح مازه هيك بيحب الأردن، بيعشق الأردن، ثرى الأردن الطهور تراب هيك بيطلع. إعلامنا قاعد بنفخ بالبلد وبكبر بالبلد بعيش بالبلد. يعني أهلنا وإخوتنا في سوريا مروا بسبع سنوات ثمان سنوات من المطحنة، أزمة داخلية وصراعات، وربنا يفرج عن الجميع طبعا. لكن شوف كيف إعلامهم كان، حفلات وروح هذا، والله كانوا ما فيش، كانوا ما فيش. أنا بقول هذا بغض النظر عن تقييمك، أنا بقول هذا نجاح في الإعلام، أن يبعث برسالة إنه أنا مش موجوع، أنا مش موجوع. طلع اليهود على قنوات الاحتلال، عمرك شفت أنت جندي مجروح؟ جندي مجروح بيخبوا الصور حتى ما تزعزع نفسيتك، حتى نفسيتهم ونفسية ناسهم يظلها متماسكة، حتى أنت بالمقابل ما تشعر بأنك تشفيت أو وافقت أو بيخبي. إحنا اللي مخبى منطلعه، إحنا اللي مخبى منطلعه فوق، إحنا اللي مخبى منطلعه. هم يعني في فرق بالتعامل، في ذكاء في التعامل. أنا بقول في ذكاء في التعامل، في ذكاء في الطرح، في ذكاء في توصيل المعلومة. إعلام وتعليم المسجد هذا اللي بيصنع الفكر هون. إحنا هون نصنع الفواصل، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه يقين وبرنامج همك همي. بدنا ناخذ اتصالات ومشاركات حول هذا الموضوع على 569-33-77 569-33-77 و079-103-7103. ونرحب بكل اخوان اخواتنا اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك. عزيزة بتقول الله يعطيك العافية ويجزيك الخير، أسلوبك بيجنن وبرنامجك بيجنن. كان سيدنا الشيخ نوح لما يقولوا له هذا بيجنن يقول بدنا شغلة تعقل. الله يجزيك الخير. طبعا هي بيجنن اللي بسمع من خارج الأردن، هي كلمة تدل على الإعجاب، هذا المعنى، يعني كلمة أبها زي ما تقول. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا دكتور؟ يا مرحبا. يلا يسعدك ويبارك فيك رب العالمين ويهنيك. اللهم آمين. اللهم آمين يا دكتور. أنا بالله بيك، أنا دافع للحج. نعم. لصندوق الحج أنا وأختي. نعم. وبنفسي أروح على الحج يا رب. ودفعت أول يعني قبل يومين دفعت للصندوق 200 دينار تسجيل أنا وأختي. نعم. ويا خي بدي يعني بالله بيك تتواسط لي، بلك الله الله كتب لنا إياها، مزاني قوي ومري. الله يقدرك، الله يقدرك. بس أنا أكون صادق معك، والله أنا بالحج صعب أتوسط، لانه 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 اذا توسطت لواحد بالحج بكون حرمت واحد ثاني. بس خلنا اشرح لكم اياه يا اخوان. احنا بالاردن في عنا، مشان تكون فاهمين شو القصه، بالاردن لنا 6000 حجي. تيجي وزاره الاوقاف بتقول 6000 حجي هذول مقسمين كالتالي: نقابه المعلمين، نقابه الصحفيين، يعني بهذا الشكل بيظل زي ما تقول 5500 حجي. بأخذوا على أعمار، على الطريق اللي بحطوها لمن يستحق. إذا أجيت أنا توسطت لواحد، معنى ذلك إني شلت واحد وحطيت مكانه، فأنا أكلت حق. هاي معناها بكون أنا شلت اليوم لو أروح وزير الأوقاف أقول له أنا محمد نوح بدي أحج، بقول لي أبشر. لكن شو معنى الكلام؟ معناته راح يشيل واحد مستحق، لأنه معدودات بالعدد، راح يشيل واحد مستحق ويحطني مكانه.
هاي معنى الكلام. فبكون والله ارتكبت حرام، والله بكون ارتكبت حرام. وبنفس الطريقة اللي بيبيعوا فيز بيقولوا أنا بجيب لك فيزا من وزارة، إذا صح الكلام طبعا، إنه بروح بيشتروا بيدبروا أمورهم، باجي بدفع 1000 دينار مثلا لواحد وبجيب لي فيزا من وزارة الأوقاف، إن صح الكلام معنى ذلك إني حرمت واحد من الحج وأكلت مالا حراما وحججت واحد بالحرام. والله هذا مشان تكون عارفين الحكم الشرعي فيه. فأنا لا واسطة في الحج، الله يرضى عليك، وربي إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك إياها، وإن شاء الله بتزور البيت، وإن شاء الله بتحجي وإنت قوية وصحيحة وبعافية، وربي يقدرك على كل خير، اللهم آمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. يا مرحبا. أول إشي بدي أجزاك الله كل خير على الحلقة، وإياكم إن شاء الله الحلقة من الآخر. وبس أنا بدي أحكي شغلة. نعم. إنه الملك لله الواحد القهار. بس الناس جد قاعدة بتتهاوش على أشياء ما إلها داعي. صدقتي. ما إلها داعي بالمرة. وفي طلب دكتور. نعم. بدي حلقة عن التكبر وحلقة عن السحر. التكبر والسحر إن شاء الله. إن شاء الله. حاضرين. الله يجزيك الخير دكتور. حاضر حاضر. هل التغيير الفردي يجدي نفعا أم أنه يجب أن يكون جماعيا؟ لا، التغيير بيبدأ من الفرد. أنا أنت ثالث الرابع صرنا جماعة، ما فيش تغيير كلنا صبحنا كويسين، لا، هو الخير شوي شوي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ يا مرحبا. الله يسعد مساك. طيب سهلا. يا مرحبا يا مرحبا دكتور. أنت حكيت عن الملك، الملك لله سبحانه وتعالى. نعم. والله إنه كلامك طيب، والإنسان الطيب ما بطلع غير الكلام الطيب. الله يعزك ويبارك فيك، والله يرحم والدك إن شاء الله برحمته. اللهم يا سيدي العزيز، أنا بدي أحكي بالنسبة للعفو العام. نعم. العفو العام إحنا جلال سيدنا الله طول بعمره ووفقه وخليه إن شاء الله ذخر لنا إن شاء الله. أيمين. أصدر العفو العام للمسؤولين، والعفو العام يعني زي ما تقول طلع مقصقص، يعني مش مزبوط يعني بالعربي، شايف؟ نعم. يا سيدي العزيز، هم بيقولوا عن المعسرين اللي عليهم شكات مثلا 500 او 700 او 1000 دينار، صليت على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد، اطلعوا حيشاك الحراميه والسرسريه وقطاعين الطرق وتبعين المخدرات، وهذاك اللي نسوانه مشتتت واولادهم اطفالهم مشتتوا ومش قادرين يدفعوا 500 او 700 حق للشك، مشان يا اخي اطلعوا عدم مؤاخذه، اطلعوا مشان يقدر يسدنا الناس. ليش تحطوا ترموا بالسجن يعني عدم مؤاخذه وشتت اطفاله ومرته؟ نعم. وانا يا سيدي العزيز والله العظيم ما انا عارف، يعني انا هسه جات علي شكين، الله وكيلك، شايف؟ مطلوب للتنفيذ القضائي، اقسم بالله العظيم، ومريض وما انا قادر اتبحن، يعني لو يطلعونا احنا عدم مؤاخذه انا مش قادر اطلع من داري، يعني مش معانا بالمملكه الاردنيه الهاشميه اللي احنا نعتز ونفتخر فيها، قيادتنا هاشميه واحنا خدمنا بالقوات المسلحه اللي احنا دائما نفتخر ونعتز فيها، ليش هم بيعملوا فينا هيك؟ يعني احنا انتخبناهم وحطيناهم على الكراسي، مع احترامي لهم جميعا، شايف؟ فهم يعني زي ما تقول يعني ما بدهمش يعني يعملوا حل لنا. على كل حال، الموضوع العفو العام كان لي في راي اخر، والان هو صدر وتصادق عليه، بس انا عندي كلمه واحده، العفو العام ينبغي أن يكون عفوا لائقا بمن أصدره، وهو جلالة الملك. والملوك لما بيعفوا يعني ببيض السجن، اجوا صار يقصوا فيه من هون، يقصوا فيه من هون، يقصوا فيه من هون، يقصوا فيه من هون، طلع بالطريقة اللي طلع فيها. وأنا بعتقد أنه مش هيك اللي كان يعني متأمل من موضوع العفو العام. على كل حال، هو الآن صدر والحمد لله على سلامة اللي طلع، واللي ما طلع إن شاء الله ربنا يفرج عنه، اللهم آمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دكتور محمد كيف حالك؟ يا مرحبا، حياك الله. شو أخبارك؟ الله يرضى عليك. أنا مصطفى الصوص، جيت زرتك قبل 3 سنوات في الإذاعة بنفس توقيت الأيام هاي. هذا الشهر قبل 3 سنوات. بالشتوية بتيجي أنت ها؟ والله سبحان الله، هي تيجي معاي بلقط معاي الخطر اللي من أمه بداية شهر واحد. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أنا كنت كاتب هيك شوية أبيات شعرية بمناسبة عيد إذاعة يقين وبدي أقرأ لك إياها. يلا بنسمعك. أعطيني دقيقة. تفضل. بسم الله. فيض من التهنئات بعد سلامي في يوم عيد يقين زهرة الإعلام إذاعتنا وإن مر الزمان بها سترقى بفكري وعلمي وإلهامي فهي لديني ودنياي مدرسة وفيها كيرة من قدوات وأعلامي عبدان للرازق والقدوس اجتهدا بتصحيح عقيدتي وتفسير أحلامي وللفقه عالم لن أوفيه حقوقه ببعض كلم ولو تأصمعت أقلامي ورونق لسيرة حبيبنا نرنو به مع فضيلة زيد شيخنا السامي ودكتور سليم شريف يطل لنا بداية يومنا يا لهناء أيامي له نصيب من اسمه ومتسع صوت للحق وله خير مقدامي وأما عن دكتورنا فحدث ولا حرج فهمك همي قد أزاح آلامي ففيه من الفكر ما علمنا وهذبنا وللمحتاج فرج على مدار أعوامي وللنبي خميس عشقا نهيم به أنتظر الخميس محاباة بين أيامي والله ما لي بعد الله ملتجأ كأبي غياث قدوتي وملهمي وإمامي أوردنا الله حوض النبي معا فذاك ذاقت له أضلعي وعظامي. ما شاء الله. نعم. كمان في أربع أبيات كنت كتبهم طلبهم بس الحمد لله رب العالمين ضبنا يسر الأمور وسجلت يعني في الجامعة كلية الشريعة الحمد لله. ما شاء الله. بأي جامعة؟ جامعة العلوم الإسلامية. ما شاء الله ما شاء الله. أقرأ لك إياهم الأبيات. معناته بس هذول الأبيات بدك تسلمهن للدكتور هارون نوح عميد كلية الشريعة أخوي. أنا كلية اللهم صل على سيدنا محمد الفقه الشافعي عميد الكلية الدكتور أمجد رشيد. أنعم وأكرم بس الدكتور هارون بتعرف توصل له؟ بوصل له طبعا. يلا هات أسمع. أسمع صحيح. حلمي كلية شريعة أزهو بها أتعلم عقيدتي وتزكيتي وأحكامي أطلبه طريقا ألتمس علما به فذاك سبيل جنتي حصاد إسلامي ويهب ثواب علمي لأبي علي ويرفع درجته بعلمي لحلالي من حرامي وترضى أم علي عليه بفعله فتلك الفاضلة لها إجلالي واحترامي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. صح لسانك يا مصطفى. الله يرضى عليك الله يرضى عليك ويبارك فيك. ما شاء الله عليك سلمت ومبارك مبارك إن شاء الله كلية الشريعة. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك دكتور محمد؟ يا مرحبا. الله يسعد الصوت. والله إني أنا من معجبينك الصراحة كثير. أهلا وسهلا. أول عمرك دكتور بدي أسألك السؤال لو سمحت. نعم دكتور. في المسلسل اللي كل الناس بتتابعه أظن أنك بتتابعه أول شيء اللي هو مسلسل أرطغرل. والله وأنا ملاقي وقت أفتح تلفزيون. طيب طيب فلذلك دكتور هو صحيح انه عثمان ابن ارطغرل هو اللي اسس الدوله العثمانيه ولا كلام؟ لا لا هي الدوله العثمانيه جدهم عثمان نعم هو اللي اسسها تاريخيا. نعم هو اللي اسسها. يعني اللي اسس الدوله العثمانيه اللي هو ارطغرل عثمان. نعم. طيب دكتور لو حدا سمى اسم ارطغرل على اسم من اولاده في حلال في حرام؟ ما فيهاش مشكلة. حرام شيء ولا لا؟ لا ما فيها مشكله. اها ما فيها مشكله. شكرا لك يا حياك الله. يا مرحبا. اهلا وسهلا فيك. طيب اتمنى الدكتور اتواصل معك على الخاص. اهلا وسهلا بتبعث الايميل ادعي لنا دعاء بنهايه الحلقه ان شاء الله. طيب فاصل ونواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي. بيقول بالنسبة أنا الدكتور بسمع الحلقة مرة ثانية نص الليل لأنا مل أبدا من سماع صوتك. يا رب تكون أنتم تطربوا لكلام الدين والحق. دكتور ورينا عجلون لو سمحت. المرسل أختنا ليلى من فرنسا بتقول ورينا عجلون. حاضر حاضر. إذا في حدا بسمعنا هسه من اخواننا وشباب عجلون بيصور لنا كم من صوره حلوه هيك ابعث لنا اياها خلي اللي برا الاردن يشوف. يا مرحبا دكتور انا بسمعك من جرش. يا مرحبا اهلا وسهلا فيك.
طيب نسمع اتصال. الو. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه كيف الله. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك. كيف صحتك؟ بخير والله الحمد. انا والله حكيت معك يوم الاحد وفي عندي كان مشكله وقلت لي احكي اعطي الشباب تلفونك. طيب. انا اعطوني تلفون. نعم. بحكي معهم ما برد. طيب خليك مع الاتصال. خليك. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. كمان اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور ابو غيث كيف حالك؟ حياك الله. فتح الله عليك دكتور. اللهم امين جميعا ان شاء الله والسامعين. دكتور في مشاركه صغيره معك هيك بدي يعني حياك الله فيها هيك سريع سريع ان شاء الله. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور. مش ربنا بقول عز وجل ادعوني استجب لكم؟ سبحانه. نعم والله يا دكتور اني بدعي الي 3 سنوات. نعم. والحمد لله فضل من الله لم يتم استجابه الدعاء لحتى الان. نعم. انا كنت دكتور يعني ما شاء الله كان وضع كثير كويس مقاول وهيك هو. نعم. وضع كثير كويس الحمد لله لي 3 سنوات الان وضعي سيء جدا 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 جدا. نعم. لدرجه انه نزل علي طلبات حكوميه 3 طلبات ماليه يعني سبحان الله الغيث لم ياتي لحتى الان لا انا قادر اطلع اشتغل ولا قادر اطعم اولادي ولا قادر ادفع اجار بيتي. نعم. الحل يا دكتور شو بدنا نسوي؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. قالوا متى يا رسول؟ قال إذا عم الخبث. نسأل الله العفو والعافية. نعم. إن شاء الله ما نكون وصلنا للمرحلة هاي ولا تيأس من 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 رزق الله تبارك. ما تيأس. ولكن هذا يا أخي الحبيب هذا اللي أنت عام بتحسه الآن هو وضع عام للبلد ككل، هو وضع عام للناس كلها مش أنت لحالك. يعني الموضوع مش تضييق رزق عليك، إحنا عنا زي ما انت شايف الاعلام بيحطم في اقتصادنا والناس كاشه واللي معه قرش مخبيه في البنك وكل واحد خايف على مصرياته ودائما اخبار محبطه 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 فالناس كل واحد مداري على مصرياته مش قادر يصرف. اللي معه قرشين او معه عنده شيء قاعد ببيع بيطلع برا البلد واللي معه قرشين قاعد بيطلعهم برا البلد واحنا فاتحين اثمامنا بس للذبان وللغبره. السبب في ذلك انه ما في جهة قاعدة تردع وتوقف الـ انهيار الاخلاق وانهيار اللي احنا قاعدين نشوفه. ما مشكلة داقين ببعضنا احنا بس وتاركين احنا زي ما قالوا دق بالبردعة اللي بيفهم المثل. فهذا مشكلة مش مشكلتك لحالك انت. طلع قديش في عندك اليوم شقق للبيع شقق للبيع شقق للبيع كلها بدها تبيع وتمشي وقديش شوف قديش في مصانع سكرت وقديش في ناس طلعت برا واحنا بس المهم انه نعلق على بعض. هاي مشكلتنا يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يفرجها ان شاء الله. الله يفرجها الجميع. دكتور انا بتابعك من نيجيريا وبرنامجك هو المتنفس من تعب الحياة. الله يجزيك الف خير يا رب. الله يرضى عليك ويبارك فيك وان شاء الله يحفظك في غربتك وربي سبحانه وتعالى يردك سالم وغانم ان اردت انك ترجع. تدعي لأختي سحر بالذرية صالحة هداية بعث رسالة وإحنا كمان ندعي لها بالذرية صالحة إلها ولكل خواتنا اللي متمنيات على الله عز وجل الذرية الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم الذرية الصالحة التي تقر بها أعينكم. اللهم آمين. يسعد صباحك أم عيسى من كندا. صباح البرد والثلج. ماجدة بتبعث لكم من كندا وعندهم ثلج وعندهم برد. الله يدف قلوبكم بالإيمان وطاعة الرحمن إن شاء الله. ادعي رامي الحرام يقول ادعو بالفرج العاجل لسوريا. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عن جميع اهلنا واخوتنا وحبايبنا في سوريا وترجع سوريا زي ما كانت واحسن ان شاء الله. ترجع الشام شام ترجع. واحنا لما نقول الشام يعني كل سوريا بنسميها شام. اخواننا في الشام بيسموا الشام اللي هي دمشق. فكل سوريا ان شاء الله ترجع بخير وعافيه واللي تدمر ان شاء الله هذا كله بيرجع بنبنى مره ثانيه والرجال هي اللي بتبني وانتم ان شاء الله قدها بعون الله. هل هنالك امل في تغيير الفكر بالعالم العربي اليوم بالنظر الى المعطيات الحاليه؟ دلاله بتسال. والله قال له شوف العنزه واطلب حليب. شوف العنزه واطلب حليب. فانا مش شايف عنزه بصراحه لحد الان. شايف انه لسه ما زلنا في ولكن هذا لا يمنع ان يكون على مستوى الافراد في عندهم نضوج. وهذا المقلق لبعض الناس انه افرادنا شعبنا ناسنا مواطنينا في عندهم نضوج وصار يميز بين الحق والباطل وصار يميز بين الخطأ
والصواب، صار يميز انه هذا مقصود وهذا غير مقصود. فالناس صار في عندها وعي بصراحة، الناس صار في عندها وعي. تدعي لأولاد بالهداية، الله يهدي أولادنا جميعا إن شاء الله، ربنا يكرمك بالدارين، نقول اللهم آمين. هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات؟ نعم، المقامات اللي هو مقام الرصد ومقام عجل ومقام نعم يجوز قراءة القرآن بالمقام، لأن المقام هو القالب الذي يوضع فيه اللحن، الذي يوضع فيه الكلام. المقام هو القالب الذي يوضع فيه الكلام، فهذا بل هو عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. كوثر بتسلم عليكم من ألمانيا، بتقول أنا متابعيتكم يوم بيوم. الله يحييك يا كوثر العلاونة، وربنا يحفظك وترجع سالم وغانمة إن أردتي. طيب كافي اليوم الشيخ، الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله. إن شاء الله بكرة بنلتقي بعون الله، ودائما وأبدا بنقول يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع قلوبنا على ما تحب وترضى، وأن تجمع قلوبنا على من تحب وترضى، فإنك مالك يوم الدين وأنت الرحمن الرحيم. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله أكبر يده.